الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. شايفين انتهينا من اداء صلاة الجنازة على الجسمي الثلاثة الشيخ صلاح غانم ونجليه عبد الله وعبد الرحمن بمدينة نوف. زي ما انتم شايفين حالة من الحزن تخيم على جميع انحاء اهالي مدينة نوف، وسوف يتم الان تشييع جثمانهم الى مثواهم الاخير بمقابر مدينة نوف.
مثل ما شايفين يتم الآن تكفين اليسامين لمخابر عائلتهم الذين يتم في محافظة المنطقة. عباد الله، أترون أن السراج قد انتفض؟ إن السراج
الناس عباد الله، عباد الله، تمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم، واجتهدوا في الدعاء لشيخكم عساه أن يرحمه. اتجهوا إلى القبلة وارفعوا أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، وسلوا لشيخنا وأولاده التثبيت عساه أن يرحمه، عساه أن يغفر له، عساه أن يتجاوز عنه، عساه أن يغسله من الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام بالماء والثلج والبرد. يا عباد الله، هذا زمان الدعاء، فابذلوا قواتكم وطاقاتكم في دعاء ربكم تبارك وتعالى، سائلينه بإخلاص، سائلينه بصدق، عساه أن يرحم صلاحا. وكان صلاحا، عساه أن يرحم هذا الرجل الذي كنا نحسبه صالحا وكان كذلك بفضل الله جل وعلا. عباد الله، أترون أن سراجه قد انطفأ؟ لم ينطفئ، لأن النبي صلى الله وسلم عليه يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. وهذا الرجل قد ملأ الدنيا كلها علما، وسمعه أهل الآفاق شرقا وغربا وجنوبا وشمالا في الداخل والخارج. فعليكم عباد الله، عليكم أن تقدموا لهذا الرجل معروفا بأن تصمتوا وتهدأوا وتسكنوا وتذلوا لربكم جل وعلا وتخلصوا النية في الدعاء. عسى الله رب العالمين أن يتغمد موت العالم ظلمة لا تسد، ما اختلف الليل والنهار كما قال السلف رحمة الله عليهم أجمعين. عباد الله، تمسكوا بسنة نبيكم صلى الله وسلم عليه، واعلموا بأن الدين باق بحفظ الله له. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالله حافظ لكتابه وحافظ لسنة نبيه. عباد الله، هذا أوان الدعاء، فأرضاه منكم إخلاصا وصدقا عساه أن يتقبل منكم. شايفين مشاهدينا متابعين عبر تلفزيون المسابع، كنا معكم من في بث مباشر من جنازة الفقيد الشيخ صلاح غانم ونجليها عبد الله عبد الرحمن، وتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمدينة منوف وسط حضور الآلاف من أهل المدينة والقرى المجاورة والعديد من المدن الأخرى، وسط حالة من الحزن الكبير خيمت على جميع أحياء القرية. من هنا نقلنا لكم جنازة الشيخ صلاح غانم. كان معكم محمد فتحي. الدعاء عباد الله بصيغة الجمع، لأن الميت ليس واحد ولكنهم ثلاثة: أب وابنان.